ومن منطقة الخدمات التابعة لبنك الطعام المصري في القاهرة ينضم إلينا الزميل كريم رجب. كريم، أنا برحب بك إلى هذه التغطية. يعني قضية الأمن الغذائي هي جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري. الدولة المصرية يعني تبذل الكثير من الجهود في الجزء المتعلق بالأمن الغذائي. إذا ما تحدثنا بالأرقام ولغة الأرقام لا تكذب، كريم، بنك الطعام قدم الخدمة لأكثر من 25 مليون مواطن مصري في 3000 قرية في 27 محافظة في جمهورية مصر العربية. يعني كيف تبدو الصورة لديك، خاصة أن التعويل على الجهود والطموح لعام 2023 كبير؟ تحياتي لك ندى. يعني بالطبع يعني ما بذل في عام 2022 هو مجهود كبير، وكان يقف وراءه عدد كبير من المتطوعين هنا في بنك الطعام المصري، بالإضافة أيضا إلى بنك الطعام لديه عدد كبير من المطابخ المركزية المنتشرة في على مستوى المحافظات، والتي تقدم الوجبات المختلفة التي يوجب بها قيمة وعناصر غذائية كبيرة لكي تقدم للفئات المستحقة أو حتى الأطفال في المدارس المختلفة، لأن ذلك يتم من خلال برنامج أطلقه بنك الطعام المصري، وهو برنامج ابني بكرة. وهذا البرنامج الذي يستهدف أطفال المدارس والحضانات حتى يتم مواجهة التقزم وإدخال الوجبات ذات القيمة الغذائية الكبيرة من خلال هذا البرنامج. بالإضافة أيضا إلى بنك الطعام المصري لديه حوالي 27 مطبخا على مستوى المحافظات المختلفة، ونحن نتواجد في أحد هذه المطابخ هنا في محافظة القاهرة. سنقترب من تفاصيل هذه الصورة من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ محمود صلاح، وهو مدير المطابخ المركزية ببنك الطعام المصري. بنرحب بحضرتك أستاذ محمود، ويعني قول لنا احنا هنا المطبخ اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بيقدم كم وجبة، وايه عناصر او المكونات الخاصة بهذه الوجبة؟ احنا هنا في المطبخ في التجمع الثالث بنوزع لحضانات الأسمرات، حي حضانات الأسمرات، وبنوزع ايضا لمدرسة الدمردش. تعداد الوجبات اللي بيطلع للأطفال هو 1100 وجبة. الوجبات بتبقى مدروسة ومقسمة لعناصر غذائية معروفة زي المعادن والفيتامينات والأملاح. احنا الفيتامينات اللي بنقدر نشتغل عليها، الفيتامينات اللي بنشتغل عليها زي الفوليت، زي الكالسيوم، زي المغنيسيوم، الحديد، البروتين، كل ده بيبقى مدروس ومحسوب بدقة عشان يساوي تلت الاحتياج اليومي بتاع الطفل. يعني الطفل احنا متوقعين ان هو ياخد وجبتين تاني في البيت، فبنقدر نديله تلت الاحتياج اليومي عشان نقدر نساعده بأكبر كمية مساعدة عشان التقزم وسوء التغذية. ده بالنسبة للمطبخ اللي احنا موجودين فيه. بالنسبة للمطابخ المركزية عموما في بنك الطعام المصري، كم عدد الوجبات اللي ممكن تخرجها في اليوم الواحد؟ احنا بنخرج في اليوم الواحد ما يعادل 37,000 وجبة يوميا للتلميذ، ما بين حضانات وما بين المدارس على 10 محافظات. بالنسبة للكوادر الموجودة في المطابخ، يعني بالطبع يعني إعداد كميات كبيرة من الوجبات بالشكل ده لازم تكون مدربة، ايه نوع التدريب والتأهيل اللي بيتم للموضوع؟ احنا متعاقدين مع هيلتون رمسيس، بيجي الشيفات بيجوا يدربوا الناس اللي موجوده هنا، بالاضافه ان احنا عندنا فريق من بنك الطعام قوي مدرب بيجي يدرب الناس على كيفيه استخدام السلامه والصحه المهنيه بالنسبه للامهات المعيلات، لان هم في النهايه امهات معيلات، بنحاول ان احنا نديهم التمكين ويبقى عندهم خبره سابقه، وبنضيف عليهم الخبره دي باننا بنقدر نساعدهم باكبر كميه مساعده ان هم ازاي ان هم يعملوا الوجبه، وازاي ان هم يهتموا بالسلامه والصحه المهنيه، ازاي ان هم يشتغلوا كويس مع الأولاد، إزاي إن هم يقدروا يقدموا الأولاد، لأن الأولاد دول في النهاية هم أولادهم. طب قياس رد الفعل، يعني بعد ما يتم توزيع الوجبات، طبعا البرنامج بيستمر لمدة معينة، إزاي بيتم قياس رد الفعل أو يعني مردود هذه الوجبات على التلاميذ أو أيضا من يوزع عليهم هذه الوجبات؟ قياس رد الفعل بيجي عن طريق الطب. احنا في الحضانات عندنا بنقيس طول، بنقيس الوزن بصفة شهرية عشان نقدم بيهم احصائية عشان نقدر نشوف الطفل اتقدم لغاية فين، راح لغاية فين، ونقدر احنا ساعدناه لغاية ايه بالظبط، والتدخل بتاعنا بالفعل بيساعد ولا لا. بس هو طبعا كل الاحصائيات بتشير ان احنا الحمد لله للامام، يعني الحمد لله. بالنسبة للفترة يعني الدراسة، ده البرامج دي مستمرة فترة الدراسة، وقت الاجازة ايه اللي بيتم فيه؟ وقت الاجازه احنا بنقف، بس بالنسبه للحضانات بنفضل شغالين، لان الحضانات ما بتاخدش اجازه سيادتك، بس المدارس احنا بنشتغل مع الطالب، طول ما الطالب موجود، طول ما هو لازم يوصل له وجبه سخنه من بنك الطعام يوميا. المعايير اللي بتشتغلوا بيها ايه؟
المعايير المقصود بيها تقصد حضرتك المعايير الصحية، يعني الناس اللي هنا كلهم بيعملوا شهادات صحية، بيقدروا ان هم يشتغلوا على الهايجين، بيستخدموا زي بيشتغلوا زي في الوجبة، ازاي بيتم تصنيع الوجبة، الجرامات اللي بتتم في تصنيع الوجبة زي كم جرام بروتين بالضبط، يعني مثلا احنا بنشتغل من 50 لـ70 جرام وممكن 80 جرام في حالة الطفل، بنقدر ازاي ان احنا نوزن الوجبة، الوزن بتاع الوجبات بالنسبة للأطفال بيبقى قد ايه بالضبط، بتختلف طبعا من كل مرحلة عمرية، عشان كده نقدر ان احنا نحسب سعراته الحرارية ونقدر نشوف الطفل وصل لغاية فين بالضبط. شكرا جزيلا استاذ محمود صلاح مدير مطابخ المركزيه ببنك الطعام المصري. اذا ندى، يعني كل شيء يتم هنا قياسه بحسابات دقيقه حتى يكون هناك نتيجه مثمره بالنسبه للاطفال الذين تلقون هذه الوجبات التي تخرج من هنا من المطابخ الخاصه ببنك الطعام المصري، وهذا ايضا ضمن اولويات واهداف الدوله المصريه، وايضا كان لابد من اطلاق العديد من البرامج الخاصه بالتغذيه من خلال منظومه التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. اليك ندى.